الساعة لسه 10 يا جماعة، هنتوا قافلين بدري ليه؟ على فكرة احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع اه، تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجة. وبعدين انا قايل مليون مرة يبقى في باسكت جنب كل كنبة. ايه الإهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهاردة؟ 70 جنيه. أهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى تمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، هي بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تلفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حوارات انا برضه. اقول لك العب. ادي الدراع لعمك عمرو، ادخل العب يلا. تعالى يا حماد العب. بس يلا. تعالى هتلعب. عم زيرو. حبيب قلبي. ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدراعات كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كام؟ بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساز جلا ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ تلعب ايه؟ الارسنال. اتفضل. ايوه يا استاذ سامي، خير؟ اقعد انت كنت عاوزنا. لا ابدا مفيش. كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه، هنا؟ ايوه هنا، وفي اي حته انا ما يهمنيش. انت يا بنتي مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شو يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت بربط رباط الجزمة. اه بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت بربط الفرده التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش. مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمة. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجة. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجة. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب وانا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره انا ما فسيتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي. اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره. بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفضني انا يا وز يا حيوان؟ ما انا ترفضني يا ابني الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. الحقوني الحقوني يا ابني. سكيورتي تعالى سكيورتي يا الجزمه تعالى تعالى يا صابونه يا وز. انت نسيت انا بسميك ايه في الجامعه؟ يا صابونه يا وز. انا هطلع بقى لاستاذنا دي واقول له على اللي انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. انت فيها الواد مكتب بتاع الايه دي فاكر؟ فاكر؟ حالي حالي سيب. سيب ايه؟
مفيش بيه. ما استناه استناني هاي وحصين استناه. انا ترفد صابونه يرفدني؟ ماشي ماشي يا صابونه. بس ما تطورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه.